السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. زريخة من وجدة التي يعني ذكرت أعراض نقص الزنك مثلا في ظهور بقع بيضاء على الأظافر. هناك عفاف ناجي التي تقول ما هي أعراض نقص الزنك لدى الإنسان؟ وأيضا هناك دعاء من مدينة الرباط تقول هل أهمية الزنك تكمن أو تظهر؟ طبعا نقص الزنك هو الذي طبعا يظهر في عدم نمو الشعر ونقصه يؤدي إلى الصلع، وهل مكوناته مثل مكونات الحديد؟ نعم، فيما يخص ضعف الجسم وانهيار الجسم، نعم، ومثل الحديد أقوى من الحديد. نعم، اللي كان قص الزنك يحس الشخص بعياء. نعم، يعني وضعف. احنا تكلمنا على الاعراض السهله. نعم، اللي ما كيبقاش المذاق جيد وحاسه الشم جيده. نعم، وما كيبقاش الشهيه مفتوحه، يعني يسبب حتى يعني طبعا في النحافه. نعم، تولي الشخص متوتر. نعم، طبعا هذه اعراض اللي قد يسبب، وانا اقول قد يسببها، يعني نقص معدن الزنك كما تسببها بعض الفيتامينات من مجموعات بي، ثم قد يسببها الحديد، وقد يسببها كذلك نقص في الطاقة. لأن متى تنقص الطاقة؟ تنقص الطاقة لما استقلاب ينقص من الأسيدوزيس. نعم، يكون مشكل لتحمض الدم. نعم، فعلينا هذه العوامل. طبعا احنا نتكلم ببساطة لأن هي جد معقدة وهي تعمل في مجملها، يعني الزنك لا يعمل لوحده. وهذا نفس الأعراض، هي نفس الأعراض ممكن أن تحدثها أشياء أخرى. نعم، بحال مثلا الشخص لما يفقد حاسة الشم. نعم، وحاسة المذاق. نعم، خصوص حاسة الشم. نعم، فهذه العلامة الأولى لمرض باركنسون. العلامة الأولى لمرض باركنسون الشخص يشوف، يجب أن يراجع الطبيب وأن يعمل تحليلات باش يعرف هل صحيح أم لا. لأن عليه كما قلت أن الأمر أمور معقدة، وليست هذا نتكلم عن شيء هذا يعني بهذه السهولة، ولكن على الأقل الناس اللي عرفوا هذه الأشياء البسيطة جدا. تكلمنا لي مع الأعراض وتكلمنا على أهمية الزنك أنه يعطي قوة للجسم، أنه يساهم في نمو الجسم ويساهم على تقوية حاسة الشم والمذاق. يعني إذا ولات الشخص عنده شهية، هذا يعني على انه سياكل جيد وتكون صحته جيده. اذا فقد الشهيه، المشكله الانوركسيا، اذا فقد الشهيه فطبعا لا يمكن ان، وخصوصا اطفال، اذا كان عند الانوركسيا عند الطفل، اذا كان الطفل فاقد الشهيه ما طبعا الجسم ديالو ما غاديش يكون متكامل، لانه ما غاديش ياخذ، لن ياخذ كميه كافيه للنمو، خصوص بروتينات على مستوى البروتينات وكذلك الاحماض الدهنيه. ثم عرفنا الناس بالمصادر، مع الاسف المصادر ما عدا السمك والشعير. والبيض البلدي. نعم، البيض البلدي. نعم، البيض البلدي مصدر هام، كذلك امتلأت عناصر مهمه للجسم. نعم، البيض البلدي. نعم، في تريبتوفين، غنتكلموا على ربما نحصوا حلقه تريبتوفين. نعم، تريبتوفين البيض البلدي بحاله بحال السمك تقريبا في التريبتوفين. نعم، والتريبتوفين غادي تعطي السيروتونين، غنتكلموا عليها في واحد الحلقه. نعم، ويجمع البيض كيجمع التريبتوفين وكيجمع الكولين، الفوسفاتيديل كولين. نعم، والفوسفاتيديل كولين هي اللي عامل النمو، حنا كنسميوها عامل النمو خصوصا بالنسبه للاطفال الصغار. كاين المناطق اللي كانوا الناس كيستهلكوا البيض البلدي والدجاج البلدي بكثره. نعم، كاين مناطق معروفه منها منطقه دكولا، كانوا الناس طوال، كيكون الطفل كيكون طويل وعنده يعني عضلات مشتده وعنده جسم متكامل. نعم، صحيح، يعني يعمل يعني بقوه. نعم، هذا البيض البلدي فيه الزنك، هو مصدر للزنك ومصدر الفوسفاتيديل كولين، ليسيتين. نعم، ماده ليسيتين، فوسفاتيديل كولين هي ماده ليسيتين، والتريبتوفين تجمع بالتريبتوفين. ثم طبعا معدن الكبريت. نعم، الكبريت مهم جدا لان صفار البيض هو غني بالحمضيات الامينيه المكبرته، والكبريت اما ان ياتي على شكل معدن، هو لا نريده. لا نريده، او ان ياتي على شكل عضوي، وهو الكبريت الموجود في البروتينات. نعم، يعني في البنيات البروتينيه. وهذا البيض مصدر للزنك، مصدر اساسي لهذا للزنك، مع الفواكه الجافه من اللوز
اللوز والجوز هذه فواكه الجافة كذلك مصدر، ثم السمسم هذا الزنجلان يعني مصدر أساسي لهذا للزنك. علي أن هذه الأشياء هذه أنا ركزت عليها، لماذا؟ لأنها لا تستهلك بكثرة ما عدا يعني ما عدا الشعير والسمك اللي تكلمنا، أما بذور القرعية ما كيستهلكوهمش الناس يعني بكثرة. حتى الكبد، الناس اللي كياكلوا الكبدة كياكلوا الكبد يعني مرة في شهر ولا مرة في شهرين. ثم علي أن هذه الأعضاء الآن أصبحنا الآن مع الأسف هي جيدة في التغذية، وعندنا طرق اللي كما تفضلتي للداخلة في الكلينس اللي كتغسل الجسم، واللي خصوص الأشخاص المصابين بالسرطان اللي اليابانيين الآن، اليابانيين هذو المصابين بالسرطان الآن كيطحنوا لهم الكبد. علاش؟ لأن الكبد مصدر الأنزيمات. علاش كيطحنوا طازج؟ باش تبقى الأنزيمات، لأن فيه البنكرياتين والكبد والطحال، يعني هذا يعني البنكرياس هذا الطحان، الطحان كيطحنوه الناس في الماء ويشربوه لهم طازج، لان فيه انزيمات. صعب يا دكتور. نعم، فيه الانزيمات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث وحديث مهم جدا، وحن وميتتان، والدمان هما الكبد والطحال، لان الكبد ما فيهش الكولاجين، وتقريبا بحال الدم اللي كيطحنوه الناس، يعني ما عندوش واحد البنيه صلبه بحال العضلات. والميتتان هما الجراد والسمك. هما الاسيويين يتناولوا كثير من الاشياء الطازجه طبعا، تعودوا، ونحن هنا في المغرب يعني لابد من الطبخ. حتى السمك يستهلك طازج. اكيد اكيد، الدول الاسيويه تستهلك السمك طازج. طبعا هذا الزنك ملي كيكون ناقص والطبيب يعرف بانه نقص من الزنك، هنا ضروري خص الوصفه الطبيه، ضروري خص الشخص يلتزم بالوصفه الطبيه، لازم ياخذ زنك من الصيدليه. لماذا؟ لان هنا عندنا عرض، هنا اشياء واصله للمستوى ديال العرض، لانه الشخص عنده عرض نقص زنك، نخصو ياخذ الزنك من الصيدليه. عن طبعا عباره عن اقراص. نعم، هذه من جهه. من جهه اخرى يعني هذا الشخص اللي عنده نقص يعني في الزنك كما قالت الاخت يعني جزاها الله خيرا، ربما يكون عنده سوء امتصاص او عدم امتصاص، وان النقص الزنك لا ينقص في الطبيعه، هو موجود في الطبيعه، لان هي ركزت على النباتيين. النظام الطبيعي، النظام الطبيعي والطبخ في المنزل واستهلاك المواد المتنوعه التي خلق الله يغني عن جميع المكملات، ويغني عن حتى عن اقراص الصيدليه. ولكن هناك ناس لا حول ولا قوه الا بالله، يعني هاد الناس هذو كيعيشون في عمارات وما عندهمش الباديه ولا يطبخون، وربما يكونوا يعني ما مزوجينش لا بنات ولا اولاد، وربما عاليين، ولا يكون عند المشكل ديال الزمن، عامل الزمن انه يعمل بكثره او العمل بعيد عليه. هذه كلها اشياء اجتماعيه يجب ان يعني ان ننتبه اليها، ماشي نتكلم هكذا يعني يعني على طول. فهاد الاشخاص نعم في هذه الحاله نعم ياخذوا اقراص الزنك، ولكن باش يزيد الامتصاص ديالهم يوقفوا اثناء تناول اقراص الزنك. هذه ناكد عليها وخاص الاطباء ياكدوا عليها، اثناء تناول اقراص الحديد، واثناء تناول اقراص الزنك، واثناء تناول اي دواء، يجب ان نقلع عن الوجبات السريعه وعن الحلويات والمقليات. لان هذه الاشياء هي اللي فيها بيروكسيدات، بيروكسيدات والميلانويدات والاكريلاميد، وفيها معادن ثقيله، وفيها مبيدات، وفيها نيتريت، وفيها سولفيت، وفيها اشياء هذه اللي تمنع الامتصاص. باش الامتصاص يكون 100% وهذاك العلاج يعطي النفع ديالو، اثناء حتى الاطفال اللي ياخذوا انتيبايوتيك يعني دواء للوز التهاب اللوزتين الحلقم، هذيك الفتره اسبوع اللي كيعطيه الطبيب ولا 10 ايام، يجب ان ياكل الطفل مواد طبيعيه 100%. ما خصوش يشرب مشروبات غازيه وحلويات ومقليات، وما خصش الام ديالو تطبخ ليه في الالومنيوم ولا وجبات سريعه. يجب ان يتناول اشياء طبيعيه مع الدواء، لما باش المناعه الجسم تعود يعني ترتفع ان شاء الله، والدواء يعطي مفعول 100%. لان كيلاحظوا النساء على ان من الطفل يكون عنده التهاب اللوزتين ياخذ الطفل دواء، ثم بعد 20 يوم ولا بعد اسبوعين كيرجعوا ليه اللوزتين، وهنا غادي نطيحوا في المشكل ديال الانتي بايو ريزيستنس، يعني هذه اللي يعني المقاومه يعني جراثيم مقاومه للدواء، ثم ما غاديش يبقى الدواء يقضي للطفل.